خير يا طنط؟ ماله دياب؟ والله يا ابني ما انا عارفه ايه اللي صابه، بس حابس نفسه في الاوضه، لا بياكل ولا بيشرب، وكل اللي عليه يقول الطيبين ما لهمش خير في الزمان ده. وفعلا الطيبين ما لهمش حظ في الزمن ده. بقول لحضرتك يا طنط، هو في سخونيه او رش بالليل؟ ولا كحه ولا سخونيه يا اخوي، زي الفل. ما تقلقيش، انا بكره هاخد الشغل معايا ينزل يغير جو كده يعني. طب والنبي كويس، كتر خيرك بصراحه. هو انت معلش يعني، اصل احنا ما سالناكش قبل كده، هو انت بتشتغل ايه اصلا؟ بتاع تكييفات يا طنط. طب هو هيشتغل معاك ايه؟ هيشتغل معايا حضان حضرتك، الواد اللي بيحضنني وانا بركب التكييفات جاله برد، فخايف يعديني، ينزل دياب مكانه اه يونسني ويسترزق لغايه لما تشوف حاجه كويسه كده. طب والنبي تقنعه عشان خاطر انا همندح له، وانت بس تقنعه. عينيا. تمام؟ عينيا. يا دياب يا دياب. يا ماما. تعالى يا حبيبي، جوز اختك عايزك في كلمتين. ما بحبوش. معلش يا حبيبي، يلا بس تعالى، ده عايزك في كلمتين مهمين. يلا تعالى دياب. يلا يا حبيبي، يلا يا ابن عيا. ايه يا عم مالك فيه؟ عايز يا عم كرم، انا عايزك تنزل بكره معايا الشغل. لا بطلت، ما بقتش اشتغل، انا انسان فاشل. اوعى تقول كده، انت مش فاشل. وانت لو فاشل يا دياب كنت اتجوزت اختك. انت بس عيبك الوحيد ان انت معطل الجواز بس. يا عم انا مش عايز اشتغل. دي شغلانه سهله وبسيطه، عارفه تعمل ايه؟ هتحضني بس. احضنك؟ ايه الشغلانه دي؟ ابقى انا واختي؟ يا ريت اختك. يا دياب انا ببقى نص الفوقاني بره في الشارع، انت هتمسك النص التحتاني. لا 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 بس بس ما تكملش ولا انت بتقوله ده، نصك التحتاني. إيه؟ هي ماما سابتنا ليه لوحدينا؟ هو في ايه؟ يا عم امك قالت لي لازم اقنعك، وانا مش هخرج من هنا الا لما اقنعك وتحضني. احضنك ايه يا عم؟ في ايه؟ امي قالت لك اقنعك؟ هتاخد 100 جنيه ولا كنوز الدنيا يخلونا بيع نفسك. 100 جنيه ايه عشان احضنك؟ بطل، انت رافع حاجه ولا بتيجي ولا ايه يا عم كرم؟ يا عم تبيع ايه وتشتري ايه؟ بقول لك انت هتمسكني وانا بركب التكييفات عشان ما تنزلش على وشي. اه يا عم هتقول كده من بدري، انا فهمتك غلط. قلت لي هاخد كام؟ 100 جنيه. خش في حضني يا ابو ناصر حبيبي، خش في حضني. ايدك على 100 جنيه. حضنت اول حضن اهو 100 جنيه. يبقى ليك في ذمتي 100 جنيه. حبيبي. كده 200 ها؟ ماشي. 100 100 هنزل معاك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.